مولى عطاياه ومن أحيا كتاب الله أوله به يلقى الإله إذا توفاه به يلقى الإله إذا توفاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إزاريو يو سورة الطور يمجر الشاو كفلي هنا منا نبو إن شاء الله سورة الطور بلفو اسكا سلاسة هلتنيا آية درس أم ببن نبري أقومنو زاريم كزاوني من النسو عندن صفحة مولو لمقرات المكرالن لمجرس إن شاء الله ننتم يو قرآن بجاتشو هنو النكتا تلابرو إنهد إن شاء الله يو ندزاسي هنو نقريه طورو مهيري من نشلو لو تمامتاتي من نشلو بيلتو لو تيامتان الناطورو يقران بزي هينتنا ملكنو مهيري اللبن على بلزيا عنده هل جزي يو عند أين تحكي هذه هون بالنال سلزي إن شاء الله بيجي جزي لو تلا ممتاتنا وطرات ما دراجين يلبن لزاريو فاتحا مجمرة عم ببن هكوا من بس صورة الطور سلاسة هل التنيا وآي علي إن أنا ببلمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. إزاريو يسورة الطرون يمجر شاون كفلان ببنال إن شاء الله يوب
مشاركة لما تدرجت وينم دقمو تصادف لما تدرجت بيرزمم إن شاء الله قماش مقراتم تشلالاتشو مولو بايهونم مالنو مكنياتم بسر كسلون المتانبوت إن شاء الله كفلقاتشم دقموس كمج الرشاوم المهم ياو مرجع لنا أنتم إستطاعتشو هلمان أهون أنببنا ولاي بركاتا أحكام وشالوت يتجويل أحكام وشمال نا النسون إن شاء الله كمولا قدل تكرو تادرقن اسكاهوني متانباتشون زاريم السنو داسسان نادرقالن بتليم دقمو أحكام النون الساكنة انداددس تنستن أحكام النون الساكنة والتنوين يميلوتن داسسا يادرقن نيمتانو سلا إدغام يتوسنا اسكاهون دراس يتوسنا تنقاقرنال سلا إظهارم يتوسنا بن نقاقرم زاريم انداددس نيوالن بتليم دقمو أحكام وچم ماوقاتشن لقرآن أكراراتشن بتام الجيق أزقاج سلهونا تكرت أدرقن نملكة جمال أن تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون مفلقوا أحكام النون الساكنة والتنوين يميلوا لينو وينم دقمو بعلفوا سنة إدغام لهلت كفلا أيتنال إدغام بغنانا إدغام بغير غنى يميلون في دلات وچنم سدستن دهونو كسدستو هلتو بغير غنى هونوتن لا من نرى بغنى هونوتن ينمو يميلو أراتوشن أيتنال وينم أراتن في دلوش مالنو يا أنا نون ميم واو مالتنو كالنزيه بفيت يالو في حركة ينفي دلو حركة سا نون ساكنة كهونج وينم دقمو تنوين كهوني حكومة شوني ياجين نمتانو زاري دقمو سر إظهارم هلتوشنم مايتن شلالن إن شاء الله نا أن السلاية كرة النادر قالن أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون بل لا يؤمنون يميلو إيه إلغام متماثلين نو إندان دلا مادرقان شفلقان نايمن نانبو هلت مساساي في دل وينم دقمو إندان دلا مادرقان نانبالن فليأتوا بحديث مثله زيقاء إلغام نو إلغام بغنى ينمو إميلو لينو مالن نو مكنياتم تنوينون ودميم أدرقان شفلقان نايمن نانبو بحديث مثله بحديث بلن إظهار أدرقنا أننا نبهم قرطم مالتنا الناس اللي تنو بحديث مثله كتتا كتنوينو ودميمو تشكاقرنا يمنا نبهم بحديث مثله إن كانوا صادقين كانون ساكنا بحالا دقمو كاف سيمتايهم إخفاءنو دبك أدرقنا نبهلن إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء من غير يميلو كانون ساكنة بحالة غين ستمتا قلت أدرقنا نبال مكنياتم غين كحروف الإظهار وينم دقمو كإظهار في دلوج عند واصله هونج إظهار في دلوج كهم بفيتن دم التاكوت سدس في دلوج شالوت كسدستو غينوا عند وانج تنوين وينم دقمو نون ساكنة تنوين يمنلو دبل فتحة وينم دبل ضمة وينم دقمو دبل كسرة هونو إيهي تنوين يبالال تنوينون ياو بنغغر نون ساكن امامباب مالتنو ياو بنطق اننا قراتا لنون ساكنان وتفارقه خطا تبلو بتجويد لان داس كمتو اندا تكمتو مالتنو خط لاي انا قنياتم وينم دقمو صحف لاي انا قنياتم قن تنوين يميبالو مالتنو بنباب قن يمت متانش تنوين يميبالو نون ساكنان من نانبو قن نون ساكن عراسوا التصافم نا كزيه بوحالا ميمتو في دروش من احكام اللاتشوم يمنون إياجن نادنو الناس الذي أهون كنون ساكنة بحالة غين سيمتا نون ساكنون قدس أدرقن نباتا لن عندبك مال من غيري شيء كتنوين بحالة دقمو حمزة مأطول حمزة من حروف الإظهار كإظهار في دارو چاندو أصله هنا تنوينون قدس أدرقن نبات لن مالنو شيء يمنون شيء أمهم البلن شافلك أنا نبم وينم دقمو عند إخفاء وينم دقمو لكذي أدرجنا أنا نبم الناس من دونه قلص أدرجنا من نبم من غير شيء الناس الذي يظهر في لوج سدستنا شو همزة ها ح عين غين خاء النزيف سدست في لوج ما لنا أخي هاك علما حازه غير خاسر بميل بك
كلمة وينم دقمو بنتن ب مالتهم بفيدل وينم دقمو باندان لفظك على توش مجمرة مجمرة من ناقين يجوا أخي سنل حمزة ناقين يلن هاكا سنل هاء ناقين يلن علما سنل عين ناقين يلن لك بزيه ملكوي من ناقين يجوا سدس فيدل وش مالنو كسلك بهالا للملس. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله. من لبن؟ سعيد. أهلا وسهلا يا سعيد. ده دمك الله. أشي بتاون أو كهل وندمي. أو كهلين. سورة الطور سنتين آلين نلنا. ثلاثة ولد. جزاك الله. ثلاثة ولد تلكنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأت بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساكتا يقول سحاب مرحوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينشرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. بارك الله فيك جزاك الله خيرا وندماتشن سعيد طرق ارتهل جزاك الله ياو تفخيم ميهون بطن بوتا يوفرن ميوفر بطن بوتا يوفرن مقراتين وربنا إن شاء الله. جزاك الله ليلة سلك سلام لي هنم. نعم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا هتاكين مان لبلسن زهرة. ايش زهرة لتكارينو ان شاء الله. ان شاء الله. طيب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نرجم دانل اسكي كسو جمري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون
أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث به إن كانوا صادقين أخلقوا من غير شيء أم هم خالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم مستكبرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين أم البنات ولكم بنون ولكم البنون علم لو نعم ببيلي ولكم البنون ولكم البنون أم تسألهم أجرهم من مغرم مثقلون أم عندهم غيب فهم يكتبون أم يريون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن روا كسفا من السماء سينو حركوا من دنو وإن يروا بلن وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول السحاب مرقوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يسأقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم يوم لا يغني عنهم بلاش يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون شيئا ولا هم بندرهجي شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واسبل لحكم ربك فإنك بأعيوننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فاسبحوا وإدبار النجوم وإدبار النجوم وإدبار النجوم جزاك الله بارك الله فيك زهراء انت ما استكاكل ياللبش النغروش ان شاء الله اتقوم ان شاء الله السلك هونم يغبا يمسلنيال انجي جزاك الله ان شاء الله بميقتلوا اتق علي النغر تشلالو نعم السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا لتقرينا هوتاچن مال بلغ زمزم لك ايش زمزم بارك الله فيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون قوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يسمعون فيه يستمعون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعوهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يسعقون
يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا كيدهم نو ولا كيدهم دال حركة طيب يوم لا يغني عنهم كيدهم لا. كيدهم يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم أستاذ عندي طياجة لك شي طيقي سورة ثلاث سبعتين وعيالي المسيطرون يعني لو لي تاتش لي سين عليك ثلاثة سبعتين وعيالي لا يستهون مالتنا بس ينقرأ تاتش لي من دنيا تقمت أتشو أيوة إيه بهولتهم عينات مقراتي تشالال لمالتنا هولتهم وجهي تشالال كسر كاللقل كسر كهنا سينو كسر كالتسافة بصوار نمان ببيع اللبن أم هم المسيطرون مسيطرون بسين مانباب عن نشلم كلاي كاللقن بسين مانباب يتشالال لمالتنو يهي كسرنا يالو أم هم المسيطرون بسين بصوارنا مانباب يتشالبن إهنن لما ملكتنو أوكي جزاك الله خير أستاذ بارك الله فيك جزاك الله ياو بزوك زي تساطفو تادر قلش كاقرارش لاي راسو أهون ما شاء الله لو تادر قشل يبلت كزيه بلت أدقمو طروكري إن شاء الله لك اندى زي هينات بزوج زي ما قرأتين وربنا الجزاك الله ترون ويكرشوا مالت على فارف على لتنتنوتش تفخيم منهم بته هون بزوج هتوجاتشنم وندم وجاتشن لي من ناقين ياتشو عندن دستة متايوت تفخيم منهم ميوفر بتبوتا ما وفر لمثال الطاء من حروف الاستعلاء هونوتن ميوفروا في لروتشالو الناس معاقين وربنا بزوج زي كهم بفيتم تناقر يالله الطاء أم لهم أهون لمثال ساكتاً بلن أن نبم ساكت طاء من قزيم يوفر الحروف الاستعلاء سيهون مالتنا نا من قزيم طاء أن نكتنو السنينة أكرار تروى أرقل لما قرأت فتحنا ضم سيهون من قزيم يوفر الحروف الاستعلاء بتأم يوفر مالتنا وينم ديكمو تفخي مادرقن نكرار لن إن زيهن زيهينة وچن تنكاكي مادرقن وربنا يبزو تشاكين عندن ديمان داسساتشو سلهونونو يتكس كلاتشو ليلو غلط إمي بالو وينم سهدت إمي بالو له لا تكفلان يعو جلي هوننا جلس هون استتنا دقمو دبكي هون الله خفي هون جلس إمي بالو حركة مكير كيدهم عهون كيدهم يهونون كيدهم بلن حركةون كير مانبب هي أي هونم يعو إمي كربت وتع يهونا لنوري شلا لأن نجن يقول رأون يا قرارون أو كان كهونا بتشانوجي زين بلو ستات هادرغان اندان نكرا تنقاكي مادرغ ينور بنال جلي يهونون بتالي تنقاكي مادرغ ينور بنال مكنياتهم قلسي هونو وينم دقمو قلسي هونو ستات معنى راسو لك ايري چلال معنى كاك ايري دقمو صواب راسو سلم ماننا قن مالت تنقاكي هون لك زي مادرغ ينور بنال دبكي هونو تدقمو لمسالي ميكاتن بطموتا على ماكتان اي راسو يو غلط بيهونم ستاتن بيهونم بتشاقن يهن يهال صواب بيان معلم يتوسن على مالتنا ملو ألك كم الناس الذي يهنن مراسو يستكاكل إن شاء الله انكرا لن يهي عموما له اللاتشنم يفلكو تنقرنو اندناكو ناتنكاكي مادرك ينور بنال باتك عليهم اندزي مشاركة متادرقو تتوچاتشن واندموچاتشن الله يجمر اللاتشو كزيه بلتام طرو لمقرات معناو نمجمر ترات مادرك ينور بنال قرآن طرو أرقا متكرا سيت من يأكل إنجليه لدينوا قبز عنده هنا كنا لبيتسب وراسو طرب يتسب مافرات يمت تشيل عنده هنا نم يسأيو إن شاء الله هلا كنم قراءة لا يتنكر روش إنهن بتل يم دجمو جنا بالجنة هلا كنم ترث ما درجن وربنا بلوم دجمو حجرات كلا هن رفت بهون بساعات إيه رفت عنده منم لو تسامت عيال فوسو بتم أمي سازن وينم دجمو لجوتشو لو تسامت قلتي هي دسو الجي سازن الناس لذي ልጆቹ ማንንም ሰው ልጆችሽ ልጆች ጥሩ ለውጥ አመጣተው ዲናቸው ላይ ቁርአን ላይ ጠንካሮቹ ነው እንዲ እንዲያልፉ እንዲያሳልፉ ነው ጥረት ማድረግ ያለብን
ይህንን ላሳስባችሁ እፈልጋለሁኝ። ኢንሻአላህ አሁን ወደ ረፍት ሰዓት እየደረስን ስለሆነ ከረፍት በኋላ የሆነች አዳብ እነግራችኋለሁ ኢንሻአላህ። ያንን ጠብቀን አዳቡን ጠብቀን ቁርአን ካነበብን ኢንሻአላህ አጅሩን እኛውነን የምንጎናጸፈው። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ የቁርአንን አዳቦችን ጠብቀንና ጥረት አድርገን መቅራት ይኖርብናል። አሁን የረፍት ሰዓት ስለደረሰ እናንተም ሳትረቁ በቅርቡ ጠብቁ ኢንሻአላህ። يلقى الإله إذا توفاه. نحب وحدة قلوبنا مفعمة عند النتاجن انتبك عند يالوهن هزب وتذهب ريحكم فاليو لسناتش واقع يلاتهم كبدت يلاتهم الله سبحانه وتعالى عند بهن قدر بقول بتاتشن بأوقتاتشن بلماتاتشن بعباداتشن بنوراتشن بهل نقراتشن بركادر قلنا مؤمنان مؤمن وچالو تتزازنو عندو ترجعو تواددو وتراحمهم وتعاطفهم በትዋደዱ ከጀሰድ ዋሂድ ያሉ አንድ ገላ አንድ ገላ አንድ ሰው አንድ ጣቱ በትታመም ያይኑ ጠጉር ታይቀር እንቅልፋቱ ያጣል። የዝና ሙእሚኖቹ አንድ ሙእሚን እንዲት ይመጣበት አንድ ሙእሚን እንዲት ይሆን መተዛዘናቸው ሽጋርት ያገኘው መተዛዘናቸው ከጀሰድ ዋሂድ እናም ያገደድል የልዩነት ሐሳብ ውስጥ አልገባን ጦር አልተማዘዝን በተራ መስአላዎች ተካልፈን የልዩነት ሐሳቦች ምን ይግባባበት ነገር ላይ ተግባብተን መግባባት ያልቻልንበት ነገር ላይ በልዩነታችን ተከባብረን መሄድ እምንችልበት አስተምሮ ነው ስልምና አስቀምጦልን ይሄደውና ይሄን አንድነትን ጠብቀው። ዛሬ ጣላቶቻችን ልጫውቱብን የፈለጉት መላእክታችን በተራ ነገር እርስ በርስ መከፋፈላችን አይተን ነው። አሁን ግን ይሄን አንድነት አላህም ጥቶታል። የሐቂቃ አንድነት አድርገን መነጋገር ያለብንን ነገር ተነጋግረን መፍታት ያለብንን ነገር ፈተን ከምንም ነገር በላይ ጂናችን መጠበቅ የያንዳንዳችን ኃላፊነት ነው። እስልምና ቢጎዳ እስልምና ላይ አደጋ ቢደርስ እስልምና ቢደፈር ያንዳንዳችን ነገጧት አላህ ፊት ተጠያቂ ምን ሆነው እናንተነን። በእኛ ማህከል ልዩነትም ይቀር ነገር አለም። የተለያዩ ጉዳዮች ላይ ያሉን አቋሞችን ይዘን መሄድ እንችላለን። ነገር ግን እስላም ውስጥ ተካተን እስላም ውስጥ ሆነን ነው። ከነ ስማችንም ከእስላም ውጪ ሌላ ስምም የለም። እኛ ሙስሊሞች ነን። አላህ ሙስሊሞች ብሎ ጠርቶናል። ጎሳኞች አይደለንም። ስለ ጎሳም እንድናስብ አልተፈቀደልንም። ስለ ብሔራችን ትልቅነት እንድናስብ አልተፈቀደልንም። ይሄ ሊያሳስበን የሚገባም ጉዳይ አይደለም። እስልምናን በመድር ላይ አቋቁሙ፣ ዲነል እስላምን ምድር ላይ ስበኩ፣ ለሰው ዘር አስተላልፉ፣ አስተምሩ፣ እናንተም እስላምን ተግብሩ ኑሩበት እና ምን አለ ወላ ተፈረቁ። በዚህ በእስልምና ሃይማኖት ላይ አትጨቃጨቁ። በቃ ልዩነት አትፍጠሩ። ልዩነት የሸይጣን ነው። እኛ ስለ አንድነት ስናወራ በጣም ግልጽ መሆን ያለበት ነገር እኛ ዋጅብ ስለሆነ አላህ ስላዘዘን ዋጅብ ስለሆነ ነው አንድ ምን ሆነ እንጂ ሙሲባም ስለመጣ ወይም የሆነ ጥቅም ስለሚገኝበት ጊዜያዊ በሆነ ነገር ላይ ተንተርሰን መሆን የለበትም። ስለ አንድነት መስበክ፣ ስለ አንድነት ማሰብ፣ መጨነቅ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰላት ከመስገድ ጾም ከመጾም ሰደቃ ከመስጠት ይበልጣል ይላሉ። ስለዚህ ወንድሞች፣ እህቶች፣ አባቶች፣ ወጣቶች፣ ዑለሞች፣ ደረሶች፣ ተማሪዎች ይህ ነጥባችን እጅግ አንገብጋቢና ወሳኝ ጊዜ ላይ ነው ያለው። አንድ ሆነን ዲናችንን ጠብቀን የአላህን ትእዛዝን አክብረን የነቢዩን ዓለይሂ ሰላት ወሰላም አደራን ተንከባክበን ጠብቀን የምንዘልቅ ከሆነ ነስሩ ከኛ ጋር ነው ያለው። نعم نحب وحدة قلوبنا مفعمة أحيا كتاب الله أوله به يلقى الإله إذا توفاه به يلقى الإله إذا توفاه ودي تملكاتو تشاتشين كرفت بهالا تمنس مأتنال نسأل الله عز وجل
يعني أن يوفقنا لكل ما يرضاه ويحبه. الله سبحانه وتعالى لم يودوه هلو الله أن يوفقنا الله أن ما سنلن دعوني هلو نمسوا الله مقبول إن لأذر قلتنا الله كلا نبت شقر باتك علي الله أن يفرجنا ناطرون قرن لأمت ألن هلو قزي الله أن يتمازن ودا ديناتشين من ملاسين وربنا ديناتشين انزور بلنا أيتن بتككل أكهيداتشين هلاتشين مفتشين وربنا بتلاقيم دقمو ينوجو تشاتشين تربية إيه كهونان إن شاء الله إنيا بطورو يتقوازن يالنو ميهونو سلزي أهون ودا أحكام وچي لملاسنا بتلاقيم دقمو يا أحكام النون الساكنة والتنوين يميلوتن إيا يهن برا كرفت بفيت ينبرو አንዳንድ እህቶቻችንም ወንድሞቻችንም እየቀሩ ዘው መካከለ አንዳንድ ነገሮች እየተነጋገሩ ነበር እሚወፍርበት ቦታ ላይ ሁሩፎችን አጅር እንድናገኝ እሚወፍርበት ቦታ አወፍረማ ማንበብ ይኖርብናል እሚቀጥንበትን ቦታ ይሄ እንግዲህ በክትትልና ሁሉ ጊዜ በየዕለት ዕለታችን አካሄዳችንን በመፈተሽ የምናቀው ጉዳይ ስለሆነ ትኩረት ብቻ እንስጥና እንከታተለው ኢንሻአላህ طيب ام لهم سلم يستمعون عم لهم سلمون تنوين اللبت بوتا وينم دقمو نون ساكين اللبت بوتا نو تكرت ما درقوا هونم عم لهم سلمون يستمعون كتنوين بحالا يأسي متا يا دقمو من حروف الإدغام عندو أسلو هنج تنوينون وديا شفلكنا نبالن سنكا لكسو بحالا لملس نعم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله أهلا نهتاتشي مالبن مريم كيتوبيا أشي مريم إن شاء الله جزاك الله لتكريكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طيب يهتاجين مريم سلك سلتك وارتا إن شاء الله الله يوفقش يا مكرو دسلال إن شاء الله المهم أن هلاجين متنكارو تشنن زوت الامام تعتنو اقراراتشن لاي ديناتشن لاي طرو لما باب وينم دقمو لجوتشاتشن لاي تكرات هادر قم مهدى اللبن من كتنوين بحالا يا سيمتا يا من حروف الادغام كإدغام في دلو چاندو عسل هونج جافلك ان تنوينون وديا قطتا وديا انشيقا قرار لما لنو ام لهم سلمون يستمعون سلمون يستمعون سلمون بلن قلص هادر قنا نبن ما لنو فليأتي مستمعهم بسلطان مبين طاءنا الزهلاي بزوتشاتشن بسلطان يال أكترن من نالباب لن إهن مهن اللبتن بسلطان مبين يميلون إهن كتنوين بحالا ميمسي متى الزهم راسو كإلغام قار السلاي راسو غنى أدرقن مان بابين وربنا بسلطان مبين يميلون مالن أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم أجرا فهم كتنوين بحالا فاسمتا فمن حروف الإخفاء أندو أصله هناك تنوينون دبك أدرقنا من نبهم أجرا فهم جيمون قلقلة الصغرى أدرقنا من نبه المهم ينيف لكو التنوين بوتالا ينبيا شهالو من مغرام مفقان كتنوين بحالا ميم سمتا زيهم يو تنوينون شفلكان إدغام أدرقنا من بابين وربنا إدغام في دارو تشنجري سدست مهناچون او قنال سدستوچون دگمو لهولت تراسو كفلن ايتنال بيانس كزي بلاي بان نهدي مالنو ادغام كاملنا ادغام ناقص يميلون راسو بان انتن ليتن بان نايون گن واننا يهونون ايتنال مالتم ادغام بيغنانا ادغام بغير غنا يهونوتن مالنو الناس لذي ايهنن فهم من مغرام مثقلون كنون ساكنة بحالا ميم سيمتا اندازي هون نون ساكنة وان شفلقا ودا ميم اندانب بادن كتنون بحالا ميم سيمتا يو يمراسو تنوينون ودا ميم شفلقا نمنا نبو ايهنن قلس الي هون اللن يقبال ام عندهم الغيب كنون ساكنة بحالا دال نيمتا شو زيهم دالوان راسو اخفاء ادرقن دال كحروف الاخفاء اندو اصل هونج اخفاء ادرقن وينم دبك ادرقن نمنا نبو ايهننم قلس الي هون اللن يقبال ام يريدون كيدا أم عندهم زي قدما اهتاتشين أنستا السلاي يالتنا قركوت النقر ياللي مسلين أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون كسوادو سرلاي سين اللج تنش ملكت ساين اللج على السين كسر كهونج لالو كسر كهونج يهنن أشهارو وينم ديقم أمي التاوكو مقنبب ياللبت زيبوتالي بسوادنو مالنو
أم هم المسيطرون مسيطرون سايحون بسين سايحون بصواد نو مان ببي اللبن إيهنو بزو يميتاوكو مالنو نا إيهن بسين أم ببن داننا نبو جن كايلاي كونتش يتسعف بطوطا قرآنو لاي بزو قطع لاي منا جن يبتلين ورشلال لمسالي بسطوطن يميلون بسطوطن اندى سين عدرق مان ببن شلالن سوادن يتسعفو لكيزي شو عينت ملكت سين كايلايو لاي سين عدلج الزالي اندى سين عدرق مان ببن እንደምቻልና ወይንም ደግሞ አሽሃሩ እንደዛ እንደሆነ ነው የሚያመለክተው እዚህ ጋር ግን ከስር ከሆነች በሷድ ነው ማንበብ ያለብን የሚለውን ለማመልከት ነው እና ይሄም ግልጽ ሊሆንልን ይገባል አምላሁም ኢላሁን ከተልዊን በኋላ ወደ ታች ተመልሻለሁ ልብ በሉልኝ አምላሁም ኢላሁን ከተልዊን በኋላ ሐምዛ ነች የመጣችው ሐምዛ ደግሞ ከሁሩፍ الاظهار አንዷ ስለሆነች ከኢظهار ወይንም ደግሞ ግልጽ ከሚያደርጉት ፊደሎች አንዷ ስለሆነች ተንዊኑን ግልጽ አድርገን ነው እናነባው እና ግልጽ አድርገን እናነባለን ይሄን ይመስላል እንግዲህ ከይደም ፈለዲነ ከፈሩሁም المكيدን በአጠቃላይ ልብ ማለት ያለብን ከተንዊን ከኑን ሳኪናና አህካመ ኑን ሳኪና ወተንዊን የሚለውትን እስካሁን ድረስ ካየናቸው መካከል ስለ ኢድጋም አይተናል ስለ ኢዝሃርም የተወሰነ አይተናል ይሄን ግልጽ ሊሆንልን ይገባል በየለቱ የምናነሳቸው ነገሮች እዛው አብረን ከቁርአኑ ጋር تجويد لماسكيد عند عند احكاموچن يانببننا ياوقر مهيرين وربنال لزاري لمثالي گلصن يهن لنزند كتنوين بهالا وينم كن ساكنه بهالا 6 فيدلوچ يظهر فيدلوچ ترتناچوال اوقناچوال انزا سيمتو تنوينون گلص ادرگن مانببين وربنال يهي حروف الاظهار ميبالوت حروف الحلق تبلو ميتاوقالو يگورورو فيدلوچ مالنو وينم دگمو الحقيقي حروف الإظهار الحقيقي تبلون متاوقالو درجة اللاتشو همزان ها سيهون تاج أقصى الحلق لينو ميوتوت تاج ذك بلو مالنو اندزي هم بيقمو بتوارد مكاك اللاي إيالم ودلاي ميوتو في دلوشالو مالت كان نزيك حروف الحلق مالن حروف الحلق تبلو وينم بيقمو إظهار الحقيقي تبلون متاوقالو اندزيهين ماوك إنو ربنال يإظهار في دلوش من نمان ناتشو من بوتالينو إظهار ميهونوت يهين ماوك የተንዊን ፊደሎች እነማን ናቸው ምን ምን ናቸው ይሄንን ራሱ እየለየንና ያወቅን በየለቱ ለውጥ ያመጣን ማን ሄድ ይኖርብናል ኢንሻአላህ አላህ ብሎ ከሆነ ኢንሻአላህ እየጻፍንም ልናያቸው እንችላለን ወኢን ይሩ ኪስፈን ከኑን ሳኪና በኋላ ያ ሲመጣ ይሄንንም ኢድጋም አድርገን ወይንም ደግሞ ጫፍልቀን እናነበው ወኢን ይሩ ብለን እናነበው ወኢን ይሩ ቀጥታ ወደ ያ ነው የመጣነው ወኢን ይሩ وإن يروا كسفا من السماء كتنوين بحالا ميم نمتهم نزيهو تنوينون ودميم شفلك نمنا نبو إيهن ناينة تنقليه قلز إيهونا يمسل نيال سلا عندان دنگروش سلا أدابوش عنده لتنكوا سال نقراشو كيزيون دايه دبين يهونا نقر لنقراشو سلا أداب من دال لبث مالنو بثاليم دقمو قرآن قار يالن سوش ولاتشنم أدابون وينم سراءاتون ماوكين وربنال قرآن الله قال لتكون مقبولة أكراره وينم دقمو قراءته أن بابه الله قال وينم أن بابه الله قال سبحانه وتعالى قبول النت وينم تقبين النت يالو لهن زند يتوسنو عنده لتأدابوش لنقراشو كذا محكل لا الله سبحانه وتعالى نياتشن انترت ما درقين وربنا لأمنا نبو وينم دقمو قرآن من قرأو لا الله سبحانه وتعالى مهن ينوربتال أن يخلص النية لله عز وجل لا الله سبحانه وتعالى بچال مهن ينوربتال مالنو كالسو عجر من ناقنيو كالسو بچا ترتيا لنية إيه لقرآن مقرب بچا سايهون من يوم سرا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين نو الله سبحانه وتعالى بلو يقلس ألن مالنو نا لرسو من ينوربتال يدينا چنن انكسكاسي لا الله سبحانه وتعالى مهن ينوربتال مالنو قريه لدين يالله انكسكاسي هلو سكاي كله لا الله مهون ينوربتال ايه كونه كا الله اجرنا متاغنيو نا ايه مهون ينوربتال ايه القران بمانببه وينم بمانببش من مهون اللبت يا الله سبحانه وتعالى ودتا فلغن وينم دغمو فلغش مهون ينوربتال يا الله سبحانه وتعالى ودتا اغنيالو قران بمقراتي كتطياقنت يدنالو بلو يهن عينت نيا طرو يتستكاكلنيا يزم مقرب ينوربنال ايه للجوچاچن ماستمر وينم دگمو مناستمرو سوج لله سبحانه وتعالى واجب يلوطا كالله سبحانه وتعالى ودت انفلگي نو مهون يالبت ايه كهونه ان شاء الله اندون كقران اداوچ
أموالتنال عندن يوم مالتنون ليلة وتجمعين لنقراج مفلقو أي تطهر من الحدثين الأكبر والأصغر كهولتهم حدثوش وينم دقمو كهولتهم حدث مالت ماج نقري نتال مالتهم وضوء كللن وضوء أدركن هي عندو قرآن أدابنو قرآن وضوء إلى اللو سو مقرات هايشنم مالتن داي مثلا دقمو عندو إيهو كقرآنو أدابو عندو تسجارتن مهوني اللبات كتنشم كتلكم مالتهم كجنابان مالتنا كالنزي خلطو نصحونا وضوء أدرقان نومهون اللبات يهم كهونا إن شاء الله عندو يقرآن أقراراتشن سراءتون أموالتنا المالتنا نا يهن مهون اللبات قدينو ماوك لا يمسوه إلا القرآن إلا المطهارون يميلون ياو يفسروا الصوج بيفسروا تبزيهم بيفسروا تالا المهم ياو ما كافر اينا كاوم بتلايو نغرو تشفسرون بنورم تفسير لا يان يمتاغنجو گداي بيهونم مال ليلو ملاسون منادر مادن متطبق ينوربتال ايسون ايديه اسكي كجوچو لتطبق لجمرنا اجوچو متطبق ينوربتال كمن قرانن سيانب وينم دگمو قرانن ستانبي عن العبثي كچواتا اجوچيه متطبق ينوربتال يي دگمو بتلاي دگمو لليجوچ لبلن ليجبال عندند غزي بج يتلايو نغروچ سرا وينم دگمو يتنقساقسا يتچاوت ليون يچلا يهي يقرانون ادب علام اللهم استاذو راسو ليتطبقونا ليقطاطرو يگبال مالنو يتچاوت كهونا عند قرانون راسو لب بلو ليقراو يچلم وينم دگمو بدن لياقم يچلم مالنو يتچاوت كهونا كجوچ چواتا اج مقطب ينوربنال اندزيهم دگمو كاينم راسو چواتا وينم دگمو عين كمقابز ويدا ودي مملكت قرانن يقرا يتلايو نغروچ يقابز ما هون يلبت من نا وديت ما هون علبت اتنشنون تكرتو ما درج علبت ودا الله سبحانه وتعالى قران وينم دگمو ودزي ودا تكبروا قران بتشانا بتشا ما هون ينوربتا ليه كهونا ادبون امالتال مالن على بلزا ودا ودي هنتن التفات وينم دگمو يتزوازوارن كهونا ጫዋት አይነት ስለሚሆንም አቴንሽናችንም ወይንም ደግሞ ትኩረታችንም ስለሚሰረቅ የቁርአኑን አዳብ እያጣንና ወይንም ደግሞ ጥቅ በትክክል የማንበቡ ላይሳካልን ይችላል እና ይሄ ሁለተኛው ወይንም ደግሞ ሶስተኛው ሊሆን ይችላል መጀመሪያው ምንድነው ንያውን ለአላህ Subhanahu Ta'ala ጥርት ማድረግ ይኖርበታል ብለናል ሁለተኛ ደግሞ ጣሃራ ወይንም ደግሞ ንጹህ መሆን ይኖርበታል ሌላው እጆቹንና አይኖችን ከመቃበዝ ወይንም ደግሞ የተለያዩ ነገሮች ከመጫወት መጠበቅ ይኖርበታል ይሄ ሶስተኛው ነው ሌላው ሲዋክ ማድረግ ይኖርበታል ሲዋክ አፉን መሳቅ ወይንም ደግሞ መፋቅ ወይንም ደግሞ ሲዋክ ማድረግ ይኖርበታል ማለት ነው ይሄ የቁርአን አንዱ አዳብ ነው አፉን ንጹህ መሆን ይኖርበታል የተለያዩ ነገሮች ምግብ በልተን ሊሆን ይችላል በተለይም ደግሞ ጥራጥሬ አንዳንድ ነገሮች ተመገበ ሊሆን ይችላል በዛው ላይ ምንም ሳይጉመጠመጥና ሲዋክ ሳይያደርግ ቀጥታው ለቁርአን መሆን የለበትም ምክንያቱም ያአላህ Subhanahu Ta'ala ንግግር ስለሆነ ይሄ ቁርአን አደብና ስርዓት አለው እና ይሄን ስርዓት ማሟላት የግድልናል በርካታ ዑለማዎች እንግዲህ በዚህ ዙሪያ ብዙ የተናገሩት ነገር አለ እና ይሄን ስርዓቶችን የተበቀ መሆን ይኖርብናል ይሄን በተለይም ደግሞ አሁን የተከስኩላችሁን ይሄ ከሆነ ኢንሻአላህ የቁርአኑን አዳብ ወይንም ስርዓቱን ያሟላል ነው ኢንሻአላህ በዚህ ያልቅም አዳቡ እቀጥላለሁ ሌላም ቀን ብቻ ግን ለዛሬው ይሄን አራት ነገሮችን ልብ እንዳላችሁልኝ ስርዓት እንዳለው ያቀራር ስርዓቱን ተበቀን ለማንበብ ጥረት ማድረግ እንዳለብን ይሄ ልጆቻችን በተለይም ደግሞ ልጆች ኡስታዞች ለሲያስተምሩ ስርዓት እንዲኖራቸውና ከቁርአን ጋር ትኩረት እንዲኖራቸው በተለይም ደግሞ ገና ህፃናት የሆኑት ያው አልহামዱሊላህ ክረምት ሲሆን ብዙ ሰው ወይንም ደግሞ እናት አባቶች ብዙ ሰዎች ወደ ቁርአን ልጆቻቸውን ያዞራሉ ግን እንደ አይነቶች ነገሮችን ቁጥጥር ከለለ ምንም ካንዱም ሳይጠቀሙ ዝም ብሎ ጊዜ እየገደሉ ነው የሚሄዱት ማለት ነው አስተማሪውም ራሱ ምንድነው ያስተማርከው ይሄን ራሱ ለበያል መሄድ ይኖርብናል ይሄ ካደረግን አልহামዱሊላህ ልጆቹ ጥሩ ይቀበላሉ ጥሩ ያስተማርናቸው ነው አለበለዚያ ስርዓቱን ካልተጠበቁ እየተጫወቱና ወይንም ደግሞ ቁጥጥር ከለለ ልጆቹን ጥሩ እየቀሩ ስላልሆነ ያው በጣም ከንቱ ልፋት ነው የሚሆነው ይሄ እንዳይሆን ወለጊዜ ቁጥጥር ላይ አንርሳ ይሄ ከሆነ ኢንሻአላህ አዳቡን እኛም አስተማሪውም አጅሩን ያገኘህ ነው ወይንም ደግሞ እናት አባትም አጅሩን ያገኛችሁ ነው ምክንያቱም ሁሉ ቁጥጥር አላችሁ ማለት ነው ለልጆቻችሁ
ይሄን አንርሳ ይሄ ከሆነ ኢንሻአላህ አጅሩን እናገኛለን አለበለዚያ ከዚህ ውጪ ከሆነና አካሄዳችንን ካላሳመር ያው የቁርአን አቀራራችን የተስተካከለ ስለማይሆን አዳቡን ይያጣናው ነው ምን ሄደው ማለት ነው እና ሌላው ተጁድ አህካሞች ላይ ያው ሁሉ ጊዜ ትኩረት ማድረግን አንርሳ ኢንሻአላህ እስካሁን ከገለጽኩት መካከል እንግዲህ እንደማጠቃለያም ዛሬ ካየናቸው መካከል احكام النون الساكنه والتنوين كنسو مكاكل من ايتنال سلا ادغام بعلفو سامنت ايتنال سلا يظهرم دغمو زاري ايتنال ادغام معنات مندنو لغه وصلاحا مجمريا يونو اظهار دغمو غلص ادركو مانباب نو ياو سلازي كلونم نغروج تكرت يادرغنا يتجول كتابوچن بجاچن يزن هولي غزي بازي ماسكيد ينوربنال بايي الهتو يمنانبون لب مالات ينوربنال ያንዳንዱ ከነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንደመጣው ለነብያችን ጅብሪል አሚን እንዳስተማረው ነብያችን ደግሞ ለሷሃበተል ክራም እንዳስተማሩት ሷሃበተል ክራም ደግሞ ለልጆቻቸው እያለ በዚህው አይነት እስከኛ ድረስ ደርሷል አይደለ ይከተላል እስከ የውመል ቂያማ እና አቀራራችንን አዳቡን የጠበቀና ልክ ስርዓት ያለው አቀራር እንዲሆንልን ሁሉን አህካሞችንም እያየን መሄድ ይኖርብናል ለዚህም ተብሎ በየለቱ አንዳንድ ነገሮችን ለማስተዋወስ እየሞከረ ነው በተለይም ደግሞ አሁን በትኩረት የመጣንባቸውን ማለት ነው እስካሁን ካየናቸው መካከል ኢዝሃር ነው ብለናል ከኢዝሃር ፊደሎች ስድስቱን ማይተናል ከነዛ መካከል ያው عنهم የሚለው ላይ ከኑን ሳኪና በኋላ ሃ ሲመጣ ኢዝሃር እንደሚሆን ተናግረናል ይሄን የመሰል ነገሮችን በአጠቃላይ ማየትና ልብ ማለት ይኖርብናል احكامهم متطبق ينوربنا ان شاء الله تعالى فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون ذي لاي صاد يمن ساطط بحر يالو جن يسينننا يسوادن حرفوچن مليت ينوربنا سينننا صادن عند ادرغم مانباب يلبنم يساعتهم ما قبالجا بندرسم اند هينت نغروچن لاساسب ودالو يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون صادم من كل غزي من ساطط بحري بنور تنش بنورهم يفوجت بحري نا يمياسايونا يهدن مراسو لب مالتين وربنا وان للذين ظلموا ظنا ذالا ما مساسلم يلبنم ظلموا بلان يمنا نبالن ملا ساوتتن جن يموفر بحري نا يالو ظادن ظنا ذال ليونت اللهچو نا سلازي يهننم لب مالتين وربنا عذابا ذال جن ملاسي موطات بحر يالات كظا تلياللج يهن هلو لب مالتين وربنا كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون ثاء سين الناثاء اندازيهم راسو ليونة اللاتشو اندهينة نقر وچن بزو تشاتشن لب مانلاتشون لب يادرقن يالنا النهد واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وادبار النجوم نسال الله عز وجل ان يوفقنا نا باتكالا انغري احكاموچو يهن يمسلالو بايئلتو يمناناساچو گوداوچ سلهونه انانتم بايئلتو هولگزي كتتر يادرگاچو لوط يامطان نيهد ابرن نسال الله عز وجل ان يوفقنا ديناچنن الله سبحانه وتعالى اندي طبقلن دعاتوچاچنن علماءوچاچنن بنسو لاي گفم يادرسون الله سبحانه وتعالى በቁጣይኑ እንዲያቸውና አላህ በላ እንዲያወርድባቸው እና ደግሞ የኛን በእኛ ላይ ግፍ የደረሰውን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲበቀልልንና ሁልጊዜ አላህን እየተማጸን በየለቱ ዱዓችን ከአላህ ጋር የሆነ ለውጥ ማምጣት ይኖርብናል ሁልጊዜ መመካከርና አንድ ሆነ መሄድ ይኖርብናል አላህ ዲናችንን አላህ ይጠብቅልን ዱዓቶቻችንንም ከግፍ ባጠቃላይ ነጃ አላህ ያውጣልን هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته القرآن موهبة بها يهدي لنا المولى عطاياه ومن أحيا كتاب الله أوله به يلقى الإله إذا توفاه به يلقى الإله توفاه